Welcome our dear students of grade 3 with lesson number 4 اللي هنتكلم فيه النهارده على اللاين بلوكس ومعانا ومعاكم نوجا. Welcome نوجا. الحمد لله. مالك؟ مفيش. مستغربة الدرس بتاع النهارده صح؟ اه. أول مرة نسمع عن اللاين بلوكس تمام؟ طب تعالي كده نبدأ بحاجة كلنا عارفينها. يلا يا نوجا. ها شايفين ده إيه ده؟ ها؟ النمبر لاين. أيوة. بتاعنا اللي هو احنا قلنا إذا line we put numbers in order from the smallest number اللي هو ال 0 to the greatest. قلنا ان number line ده extended in each direction، يعني هنا number 20 مش هو ايه؟ مش نهاية. طبعا ده في عندي هنا في رو في ارو، يعني تمام النمبر ده من line ده او line ده عامله ايه؟ extension. تمام. طيب هو ينفع لازم كل مره لما ابدا number line ابدا من الزيرو؟ لا ما ينفعش ابدا من اي حته؟ ممكن ينفع، يعني مثلا جيت حبيت ابدا من هنا من عند الفايف، ممكن ابدا النمبر لاين من الفايف؟ ممكن. طيب افتر فايف؟ سكس. انا بدات من عند الفايف اند كومبليت ان ذا سيم اوردر، يعني فايف سكس سبن ايت ناين تن الفن اند سو اون. تمام؟ تمام تمام. طيب يلا هنا ممكن ابدا النمبر لاين من 11؟ ممكن. يلا ها 11. ايوه 12 13 14 15 ها 16 وكمل عادي يعني. بالظبط يا نوجا، الموضوع ده مهم جدا، هيفيدنا فين؟ في السيشن بتاعتنا النهارده هنتكلم فيها على اللاين بلوكس. لما هنيجي هنعمل ايه؟ هنقول يعني ايه لاين بلوكس؟ The meaning of line block. تمام؟ تمام. يلا بينا. ها. Form a line block to represent the data about the number of beans in each bag. تمام. شفتي كده يا نوجا؟ لسه كنا بنتكلم على number line، ظهر لنا اهو. طب يعني ايه line block؟ Line block is a kind of graphs. زيه زي مين؟ زيه زي المين؟ ها البار جراف والبيكتوجراف وكمان التيبل، يبقى عندنا كمان another ايه؟ A kind of graphs line plot. تمام؟ تمام تمام. بستخدمه ايه؟ To represent numerical data، الداتا اللي فيها numbers. تمام؟ تمام. شايفين هنا يا نوجا في عندي bags كتير، تمام؟ في عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 باجز. تمام؟ والباجز دي فيها بينز. تمام؟ تمام تمام. طيب يا نوجا بس في حاجه هنا، في باجز فيها فيها 1، في باجز فيها 2، في 3 في 4 في 6. بس خلي بالك يعني 2 هلاقي فيه ادي 1 2 3 باجز كل واحده فيها 2. طيب 3 ادي في 1 في 2 في 3 في 4 باجز وكل واحده فيها 3. طب هنعمل ازاي ريبريزنتنج الداتا دي اللي فيها حاجات بيحصل لها ريبيتنج؟ هنا بقى يجي دور مين؟ اللاين بلوت. تمام؟ تمام. طيب احنا اتفقنا اللاين بلوت ها اذا بارت اوف نمبر لاين، حته من النمبر لاين. تمام؟ تمام. هنبداها منين بقى؟ من ال 1. برافو يا نوجا. ليه بقى؟ عشان هو the smallest the smallest number. برافو. احنا مش قلنا number line بتاعي start from the smallest؟ أيوة. هنا the smallest number مين؟ one. one. طب ال one. طب after one two two ها three. طب انا حطيت ال two وال three علشان موجودين هنا؟ لا عشان احنا بنكمل. بالظبط، احنا قلنا we write numbers in order، يبقى one two three 4 5 6. سواء النمبر دي موجوده او لا. بالظبط يا نوجا. طيب ها كان في عندي كام باج فيها 1 بين؟ ها ادي 1 بس. طب هنعمل ايه؟ هنيجي كده above number 1 and put x. تمام. ال x دي represent ايه؟ the number of beans. تمام تمام. طب number 2 ها ادي 1 2 3. يبقى هنحط كام اكس؟ 3 2 3 اكس. ها نمبر 3 3 ادي 1 ها 2 2 3
four. يبقى we put one, two, three, four. Four eggs. Number four. One. فين number four؟ لا ما فيش. There is no number four. طب هنعمل ايه؟ Nothing. مش هنعمل حاجة. تمام؟ تمام. Number five. How many bags with five beans? One. يبقى we put one eggs. And how many bags with five, with six eggs? One. طب بصي كده يا نوجة. هل اللي عملناه ده صح ولا غلط؟ تعالي كده نعمل counting to the number of eggs. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. واحنا كان عندنا 10 bags يبقى احنا تمام. طب لو جيت سألتك بقى how many bags having two beans؟ هيبقى 3. برافو يا نوجة، رحنا بصينا على طول على اللاين بلاك قلنا 3. طب how many bags having five beans؟ هيبقى 1. يا سلام يا نوجة، برافو عليكي. يبقى هنا خلاص بقى مش محتاج ارجع تاني للبيكتشر واعمل كاونتينج خلاص. لا نوجة اسهل. طب في عندنا سؤال مهم جدا. What is the frequency of three? في كلمة عندي جديدة هنا. Frequency. يعني ايه frequency؟ مش عارفة. اقول لك انا. Frequency يعني how many times this number او this value repeated. يعني number three. بالظبط يا نوجة. Number three اتكرر كام مرة؟ three اتكرر اربع مرات. One, two, three, four. يبقى four. يبقى the frequency of number three is four. تمام؟ تمام. يلا تاني. What is the frequency؟ قلنا يعني ايه frequency؟ يعني how many times this value repeated. Number five. One. يا سلام يا نوجة. طب لو سألتك سؤال what is the frequency of number four؟ Zero. Number four ما تكررش، يبقى the frequency of number zero is four. تمام يا نوجة؟ تمام. يلا نكمل السيشن بتاعنا، في عندنا اكسرسايز كتير. تمام؟ يلا بينا. يلا يا اصدقائي معاكم ومع نوجة هنكمل السيشن بتاعتنا lesson number four واللي بنتكلم فيها النهارده على lion blood. يا سلام يا نوجة. يلا نكمل السيشن بتاعنا. ده قلنا اللاين بلاد. يعني ايه لاين بلاد؟ لاين بلاد زي ما قلنا is a part of number line. is a type of graph used to represent numerical data. يعني ايه part a type of graph؟ يعني زيه زي البيكتشر جراف او البار جراف. اهو جراف used to represent numerical data. الداتا اللي فيها numbers. تمام؟ زي ما قلنا هنا في عندي الاكس ده number of ايه؟ تمام؟ number of bags. تمام؟ طيب بدأنا من number one ليه؟ لأن the smallest number was number one. And زي ما قلنا number line اهو 1, 2, 3, 4 in the same order. يبقى line plot a type of graph used to represent numerical data. طيب الجراف ده لازم يكون له ايه؟ هنا في حاجة مهمة جدا. قال لي frequency. يعني ايه frequency؟ How many times the value is repeated? يعني لو قلت لك how many times number one repeated? هو number one اتكرر كم مرة؟ بص كده number one has one x. يبقى number one repeated one time. طب number two 1 2 3 يبقى repeated three time. يبقى هنا frequency. ده الفريكونسي. لو قلت لك frequency of number two يبقى 1 2 3. Frequency of number three يعني how many times number three repeated اتكرر كم مرة 1 2 3 4 يبقى 4. طب what is the frequency of number four؟ هو number four اتكرر كم مرة؟ مفيش nothing zero. يبقى frequency means how many times اتكرر كم مرة ال value او ال number اللي عندي ده. طيب احنا مش قلنا ان line plot ده graph؟ تمام. واحنا اتفقنا in each line plot has a title زيه زي مين؟ زي كل الجرافز اللي خدناها. اي جراف اخدناه سواء كان بار جراف او بيكتشر جراف وكمان تيبل او حتى هنا line plot لازم يكون له ايه؟ تايتل، يكون عنوان. تمام؟ طيب اللاين بلوت هنا ده بتاعنا كان بيتكلم عن ايه؟ ها؟
بص كده number of beans ده اللاين بلوت بتاعنا، ده التايتل بتاع اللاين بلوت اللي احنا عملناه ده، اللي احنا قلنا عليه part of number line. طيب في ليه ايه كمان؟ قلنا تايتل وكمان كي. في جراف كمان احنا خدناه كان تمام ويل دان، البيكتوجراف. البيكتوجراف كمان هاز ا كي، تمام. طيب هو ليه الكي؟ انا شايف هنا اكس و3 اكس و4 اكس وهنا 0 اكس. طب الاكس دي بتاعت ايه؟ مين هنا اللي هيقول لنا؟ التايتل. هنا بيقول لي each x represent number of bags. يعني هنا تمام، هو كان في كام باج فيها 1 بين؟ 1 بس. طيب الباجز اللي كان فيهم 2، ادي 1 2 3 باجز. طيب الباجز اللي كان فيهم 3 بينز كان 1 2 3 4 باجز. يبقى هنا اي لاين بلوت زي اي جراف هاز ا تايتل، وكمان اي لاين بلوت زي البيكتشر جراف او البيكتوجراف لازم يكون له كي، علشان هنا في عندي في هنا عندي فيجرز، في هنا عندي رموز، يبقى في عندي ساينس، يبقى لازم اعرف ايه الاكس دي بتاعت ايه اللي هيعرفني الكي. يلا بسرعه عندنا اكسرسايز. طبعا احنا فاكرين ده الفايف فريم ودي الدوتس ان فايف فريم، وطبعا الدوتس دي ريبريزنت نمبر، هنا نمبر 3 نمبر 1 نمبر 4 اند سو اون. ها هنا بيقول لي فورم ا لاين بلوك، تمام، يعني بيقول لنا كرييت ا لاين بلوك، اعمل لاين بلوك ريبريزنت ذا داتا اباوت ذا نمبر اوف دوتس ان ايتش فايف فريم، تمام. طيب ادي اللاين بلوت بتاعنا اللي قلنا عليه ذا بارت اوف نمبر لاين. طيب هنبدا منين؟ احنا قلنا وي ستارت ذا لاين بلوت وذ ذا سمولست نمبر، سمولست فاليو، تمام. بص هنا في 3 1 1 از ذا سمولست، لا 4 لا ال 1 هي السمولست لسه، 2 في هنا 0، ها يبقى ستارت فروم 0 تمام، اند اكستند 1 2 3 4 5 ان اوردر. طب في هنا نمبر في النص كده ممكن يبقى ميسنج، مش علاقه بالموضوع، انا بكمل ان اوردر، بدات بالزيرو يبقى اسكيب باي 1 1 2 3 4 5 6 اند سو اون، تمام. طيب هاو ماني فريمز هاز زيرو دوتس، في كام فريم عندهم زيرو؟ اهو ادي 1 يبقى بوت 1 اكس. How many frames with one dot؟ ادي 1 يبقى 1x، تمام. يبقى الاكس هنا ريبريزنت ايه؟ الدوتس؟ لا، الاكس هنا ريبريزنت ذا نمبر اوف ايه؟ فريمز. هنا الدوتس اللي بيمثلها النمبرز اللي على اللاين بلوت، تمام، علشان لما نيجي نعمل التايتل. ها نمبر 2 how many frames؟ ادي 1 2 3 فريمز، يبقى 1 2 3 اكس، تمام. طيب نمبر 3 نمبر ادي 1 ادي 1 فريم، في تاني لا يبقى 1 اكس. طيب هاو ماني فريمز ويز 4 دوتس؟ ادي 1 2 يبقى ادي 2 دوتس و 1 فريم ويز 5، تمام. طب بص كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فريمز، هل عندنا 9؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى احنا كده تمام. طيب هنا كي هقول له اكس ريبريزنت ايه؟ ريبريزنت فريم 1 فريم، تمام. احنا هنا الفريمز اللي عندهم 0 كان 1، الفريمز اللي عندهم 2 كانوا 3، تمام. يبقى ده ذا كي، وقلنا each line plot has a key and title. فين بقى التايتل؟ ها هقول له ايه؟ number of a of dots. احنا عندنا دوتس قد ايه؟ والله الفريم اللي فيه 0 دوتس كان 1، الفريم اللي فيه 1 دوتس برضه كان 1، الفريم اللي فيه 2 دوتس كان 3، الفريم اللي فيه 5 دوتس كان 1. طيب what is the frequency of 4 in our data؟ هنا انا اي جراف انا بعمله ايه؟ تمام، to organize the data، علشان ارتب الداتا and answer the question. اي جراف انا بعمله، سواء لاين بلوت بيكتشر جراف تيبل بار جراف، تو ريبريزنت داتا اند تو اورجنايز داتا اند
and answer the question. What is the frequency? لسه متكلمين حالا على frequency. يعني ايه frequency? How many times this number repeated? It كرر a day. What is the frequency of number 4? يعني number 4 يكرر كم مرة؟ يبقى ها count the number of x 1 2 يبقى equals 2. يبقى the frequency of number 4 is 2. Number 4 يكرر 2 times. What is the frequency? تاني frequency of zero. هو number zero اتكرر كم مرة؟ one time. أنا عندي أهو one frame with a with zero dots. يبقى تاني بنأكد على frequency. معناها إيه؟ How many times this number repeated? يلا بيقول لي form a line plot to represent the data about the number of sold apples during 9 days. هنا اداني 9 days كنا بنعمل بنبيع فيهم apples وده number of apples during this 9 days. عندنا numbers 20, 24, 25, 25. طيب انا هبدأ line plot بتاعي منين؟ from the smallest number, the smallest value. فين smallest value؟ 21, 22, 24, 19. 19 يبقى 19 and complete in the same pattern. ماليش علاقة حتى لو في نمبر هلاقيه ميسنج يبقى 19 20 21 22 23 24 25 and 26. تمام ها نمبر 19 ها في كام 19 اه يبقى 1 تايم يبقى 1x. نمبر 20 ها 1 يبقى 1x. نمبر 21 one time يبقى 1x. 22 1 يبقى كمان 1x. 23 1 يبقى 1x. 24 1 2 3 يبقى 1 2 3 ها. number 25 ها one time يبقى 25 طبعا. 26 ها there is no days has 26 apples. ما فيش يبقى طيب ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x وعندنا 9 days يبقى كده لغايه دلوقتي احنا تمام. طيب ذا تايتل ها ها التايتل بتاعنا اسمه ايه؟ ها ذا نمبر اوف ايه؟ ها اوف ابلز. حد قال لي يا مستر ولسه الكي؟ اقول له برافو عليك. ايه الكي بتاعنا؟ تمام ها each x ها represent a ها day represent one day. مش هو قال لي 9 days؟ يبقى كل x من دول كانت 1 day. تمام طيب ها ادي الكويستشن بتاعتنا اللي احنا بنعمل line plot او graph to answer the question. What is the frequency اهو رجعنا تاني of 23. يعني هو number 23 اتكرر كام مره؟ هشوف بقى how many x above 23. هو 23 عنده كام x؟ 1 يبقى 1. What is the frequency of 14 on the line plot؟ 14 هو number 14 اتكرر كام مرة؟ ها how many times number 14 repeated؟ طب انت عندك هنا 14؟ نو مفيش 14 يبقى 0 مفيش مفيش number 14 يبقى frequency of number 14 is 0. دي كانت السيشن بتاعتنا lesson number 4 واللي اتكلمنا فيها على line plot واتكلمنا فيها what does it mean line plot, the meaning of line plot, اتعلمنا how to create line plot واتعلمنا كلمه مهمه جدا frequency يعني ايه frequency واتعلمنا how to find the frequency of any data. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للسيشن دي علشان توصل لكل اصدقائنا. كمان نعمل سبسكرايب للبيج بتاعتنا لسكولا او لسكولا كيدز علشان توصلكم كل فيديوهاتنا اول ما تنزل. وما تنسوش تتابعوا بقيه الحلقات على قناتنا الجميله قناه لسكولا او قناه لسكولا اون ماس اوف جريد 3 وذ مستر هشام النجدي. مستنيينكم ان شاء الله في السيشن الجايه. باي باي.